السلام عليكم رياضيات صف التاسع درس المعادلات الخطية أو النماذج الخطية ومعادلاتها قال لك في هذا التمرين قال لك مستخدما إجابتك على السؤال الأول ارسم الشكل البياني لكل من ص تساوي خمسة س حيث س أكبر من أو تساوي ناقص اثنين وأصغر من أو تساوي اثنين لاحظوا معي س اكبر من ناقص 2 معناها ناقص 2 تشملها واصغر من او تساوي 2 معناها 2 حتى هي مشموله كويس فاحنا باش نطلعوا الرسم باش نرسموا الشكل نتاعنا لابد من نعوض القيم السينيه في المعادله عطيهالي ممتاز كيف نديروها هذه لابد ما نستعينوا بصندوقنا السحري نست نحطوه بالكيفيه هذه ونكتب هنا سين وهنا صاد يعني أي قيمة في س حتطلع لي قيمة ص هنا كويس قال لك س أكبر من أو تساوي ناقص اثنين ركز معي أكبر من أو تساوي ناقص اثنين شو معنى أكبر من أو تساوي ناقص اثنين معناها ناقص اثنين مشمولة معناها أكبر من أو تساوي ناقص اثنين معناها ناقص اثنين ناقص واحد صفر واحد اثنين كويس إذا نديره هنا صفر واحد اثنين ناقص واحد ناقص اتنين. من ناقص اثنين لعند اثنين معناها من ناقصين لعند اثنين ناقص اثنين وناقص واحد صفر واحد واثنين بهي كويس بما انني حطيت القيم سين اللي قال لي عوض بيهم قال لك سين اكبر من او تساوي ناقص اثنين لعند اصغر من او تساوي اثنين كيف ما قلنا من ناقص اثنين لعند اثنين ناقص اثنين ناقص واحد صفر واحد اثنين هذه نعرفوها مفروض كويس تو احنا نعوضوا بقيمة س هنا في المعادلة هذه باش نطلعوا قيمة ص إذا صفر لما نعوضها هنا تطلع صفر واحد لما نعوضها هنا تطلع لي خمسة اثنين لما نعوضها هنا تطلع لي عشرة ناقص واحد لما نعوضها هنا تعطيني ناقص خمسة ناقص اثنين لما نعوضها هنا خمسة في الناقص اثنين بناقص عشرة كويس تو نرسموا الشكل متاعنا خلي نديروها هنا لأن الرسمة طويلة شوية هنا واحد هنا اثنين هنا ثلاثة هنا اربعة هنا ناقص واحد هنا ناقص اثنين هنا ناقص ثلاثة هنا ناقص اربعة هنا ناقص خمسة اكتب لعن ما يعجبك انت باهي، تقدر عند اربعة تقدر خمسة ستة هم شيء هاد مش مشكلة الارقام هي بهي كويس هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لأن في قيم صاد لعند قداش في من العشرة لعند ناقص عشرة هذا صاد هذا محور صيني، هذا سين وهذا صاد سين بنستعينه من الناقص اثنين لعند الناقص اثنين واثنين طبعا فهمتوا فالمحور السيني عادي اللي كتبت هالبرقام لكن احنا نبغو غير بس اثنين عند الناقص اثنين كويس وهذا الصاد الصاد لان فيه هلبة فنكتبهم كلهم ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتاز ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة ناقص ستة ناقص سبعة ناقص ثمانية ناقص تسعة ناقص عشرة تقدر تدير حتى ناقص أحداش أنت وراحتك كويس أول قيمة اللي هي اثنين وعشرة اثنين وعشرة تمد خط من هيك كان لبك في هذه اللي عند العشرة هنا اثنين وعشرة بهي تاني رقم واحد وخمسة واحد في اتجاه السين واحد في اتجاه السين واحد في اتجاه السين وخمسة في الصاد واحد وخمسة هنا بعدين صفر وصفر هنا بعدين ناقص واحد وناقص خمسة هنا بعدين ناقص اثنين تمشي وناقص عشرة هنا معنى الخط المستقيم كيف حيكون شكله حيكون شكله هيك يمر بنقطة الأصل يكون هذا شكل الخط المستقيم أكيد واضحة توا خلينا نأخذ المثال التاني ص تساوي ناقص سين نديرو الصندوق متاعنا طبعا سين قلت قيمتها أكبر من أو تساوي ناقص ثلاثة وأصغر من أو تساوي ثلاثة فنديرو الصندوق متاعنا طبعا الناقص ثلاثة مشمولة والتلاتة مشمولة أيضا لأن في قيم هلبة نعرفها لأن الناقص ثلاثة ثلاثة في قيم هلبة هذه سين نكتبوها ونكتبو صاد طبعا صفر واحد اثنين ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة قال سين أكبر من أو تساوي ناقص ثلاثة وسين أصغر من أو تساوي ثلاثة معناها من ناقص ثلاثة لعند ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص اثنين ناقص, ناقص واحد صفر واحد اثنين ثلاثة إذا من ناقص ثلاثة لعند ثلاثة نعوضه تو بالقيم السينية في الصاد تلاتة لما نعوضها هنا معناها ناقص تلاتة، معناها هنا ناقص تلاتة صح ولا لا؟ ناقص قيمة سين، قيمة سين تلاتة، عوض بهنا تلاتة واللي ناقص تلاتة، عوض بالاتنين، ناقص اثنين، عوض بالواحد، ناقص واحد، عوض بالصفر، صفر، عوض بالناقص واحد، ناقص واحد في الناقص بواحد، عوض بالناقص اثنين، ناقص في الناقص اثنين باتنين، هاي نجولكم ناقص واحد في. او عفوا ناقص في الناقص واحد ناقص في الناقص بموجب واحد انا كتبت واحد نفس الشيء هنا, ناقص هنا متعوضة لما تعوضها هنا ناقص في الناقص اثنين ناقص في الناقص موجب معناها اثنين بعدين ناقص ثلاثة عوضها هنا ناقص ثلاثة في الناقص ب وتو نرسم المحاولة متاعتنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة لأنه فيش أكثر من ثلاثة نشبح فيهم هنا في الصناديق ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة كويس إذا صفر وصفر صفر وصفر هنا أو خلينا نبدو من هنا ثلاثة وناقص ثلاثة هنا اثنين وناقص اثنين هنا واحد وناقص واحد هنا صفر وصفر هنا ناقص واحد وواحد هنا ناقص اثنين واثنين هنا ناقص ثلاثة وثلاثة هنا اذا هذا هو الخط المستقيم يمر بنقطة الاصل اكيد واضح نمشي للتمرين اللي بعده جيم جيم مش هذا هذا جيم هو هذا صاد تساوي س زائد خمسة حيث أن س محصولة من ناقص ثلاثة لثلاثة نفس الشيء نديرو الصندوق متاعنا طبعا هم عد هلبة عد أرقام لأن من ناقصتها ثلاثة فيه قريب ستة ولا سبعة أرقام فسين وصاد نفس الشيء نديرو صندوق السحري بتاعنا ناقص ثلاثة أو هنا نديرو فيها موجب ولا سالب هنا نديرو فيها موجب نديرو زي ثلاثة اثنين واحد صفر واحد اثنين ثلاثة بالسالب فمش ضروري نستعملو هذا الصندوق كويس نعوض بقيم سين في الصاد اذا 3 زائد 5 ب 8 نعوض بقيمة سين هنا 2 زائد 5 7 1 زائد 5 6 0 زائد 5 5 ناقص 1 زائد 5 4 ناقص 2 زائد 5 3 ناقص 3 زائد 5 ب 2 اذا لاحظوا ان كلا ماشي تنازلي فنبدأ تو الشكل متاعنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة هنا ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة لابد تكون المسافات متساوية هنا خلينا نديرو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لعند هنا ثمانية سامحوني طلعت من الصندوق ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة كويس إذا القيمة الأولى ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية هنا باهي خلينا نديرها هنا ثلاثة وثمانية بعدين اثنين وسبعة اثنين وسبعة هنا بعدين واحد وستة هنا بعدين صفر وخمسة هنا بعدين ناقص واحد وأربعة هنا ناقص واحد وأربعة بعدين ناقص اثنين وثلاثة هنا تقريبا بعدين ناقص ثلاثة واثنين هنا إذا نوصل الخط المستقيم يطلع لي بالشكل هذا هذا هو بالنسبة لتمرين جيم كويس نمشي لتمرين دال ص تساوي س ناقص ثلاثة حيث أن س أكبر من أو تساوي ناقص واحد وأصغر من أو تساوي ثلاثة معناها من ناقص واحد لعند ثلاثة ناقص واحد صفر واحد اثنين ثلاثة معناها خمسة خانات بندير. نجلو صندوق السحري بتاعنا سين وصاد ثلاثة اتنين واحد صفر ناقص واحد فمش ضرورية هذه كويس تو نعوضه بقيمة سين ثلاثة ناقص ثلاثة سين تساوي تلاتة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر اتنين ناقص ثلاثة ناقص واحد واحد ناقص ناقص صفر ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص ثلاثة بناقص أربعة وتوا شنديرو نرسمو الشكل متاعنا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين بالسالب طبعا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة كويس أول قيمة ثلاثة وصفر ثلاثة في السين وصفر في الصاد إذا النقطة الأولى هنا ثلاثة في السين ما مشاش في الصاد لا مشينا لقبلة فوق لا إذا قعد هنا بعدين اثنين وناقص واحد اثنين وناقص واحد هنا بعدين واحد وناقص اثنين هنا بعدين صفر وثلاثة صفر آه، وناقص ثلاثة هنا بعدين ناقص واحد وناقص أربعة هنا ناقص واحد في السين وناقص أربعة في الصاد ناقص واحد مشي في السين وناقص أربعة في الصاد إذا هنا إذا نوصل خط المستقيم إذا هذا هو الخط المستقيم امتعنا وهذا هو بالنسبة للفيديو نتمنى تكون قصفت معي في هذا الدرس على ما لقبك في درس قديم الله تعالى شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته